مثل نوره كمشكات فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فمع سورة من قصار المفصل، مع سورة قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لهذه السورة ارتباط بالسورة التي قبلها، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لقد أهلك الله أبرهة وفيله وجنوده في عام الفيل، وهو نفس العام الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا إرهاصا وتهيئة لأذهان الناس والبشرية عامة بقرب ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أهلك الله أبرهة وجنوده وفيله، ثم بين وجه الحكمة في هذا فقال لإيلاف قريش، لكي يأتلفوا ويجتمعوا في بلدهم آمنين، أو لكي يتقلبوا في أسفارهم آمنين، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كان الناس من حولهم يتخطفون، أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ثم هذا الحرم الآمن كان يجبى إليه ثمرات كل شيء، ذلك من إكرام الله جل وعلا لقريش لمجاورتها لبيته الحرام، فأفاء الله عليها هذه النعم. ثم قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، فليفردوه وحده بالعبادة، لا يتوجهون بالعبادة لا لصنم ولا لوثن ولا لأحد من دون الله عز وجل، فلا يعبد بحق إلا الله جل جلاله، فهو وحده الذي تكفل بإهلاك الفيل وبإهلاك أبرهة ومن معه، ثم هيأ لهم ائتلافا في بلدهم، وهيأ لهم ائتلافا في أسفارهم، بل إن كل من قدم إليهم وارتبط بهم ودخل معهم فإنه يأمن كأمنه. كانوا يتقلبون في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، إذا تعرض لهم يقولون نحن قريش، نحن أهل حرم الله، فلا يتعرض لهم أحد ولا يمسسهم أحد بسوء. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتلك النعمة إذا لم تشكر فإن الله يسلبها، فإن الله يمنعها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتلك سنة مقيمة، إذا أفاء الله على أمة من الأمم، إذا أفاء الله على قرية من أهل القرى،
بنعمتي الأمن والطعام، يعني الرخاء الاقتصادي والاستقرار الأمني، ثم كفروا نعمة الله عز وجل، ثم بدلوا نعمة الله كفرا، ثم حاربوا الله بنعمه، فإن الله يسلبها ويمنعها، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. المال بعد فترة يصبح رقم أو يصبح أرقام، بعد توفير أساسياتك وحاجياتك ما وراء ذلك يصبح أرقام، فأنت تتحمل يعني تبعتها وتتحمل أثقالها ويتحمل المسؤولية عنها يوم توقف بين يدي الله جل وعلا ليسألك عن كل درهم، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني إن الذي تفرد بهذه النعم، الذي تفرد بسوقها، له وحده جدير بأن يفرد بالعبادة، فلا يخلق الله ثم يعبد غيره، لا يرزق الله ثم يعبد سواه. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتلك سنة مقيمة، وذلك سبيل دائم مقيم، سنة دائمة مضطردة. إذا أنعم الله على عبد من عباده بنعمة فلا يغير عليه هذه النعمة إلا إذا غير ما بنفسه، ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكر نعمه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.